اجل عندك. الحمد لله على السلامة. خلي المكان. يلا. يلا لا 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 سجل هذه يلا خردني على السريع يلا بري هاي اليوم وفد من مجلس محافظة نينوى أتى إلى قضاء تلكيف مدينة تلكيف وأيضا منطقة الرشيدية لغرض توزيع المساعدات على النازحين الجدد. الآن نحن في تلكيف ويتم توزيع هذه المساعدات المقدمة من قبل الهلال الأحمر التركي. نشكر الهلال الأحمر التركي لما تقدمه من مساعدات إلى جميع أهالي محافظة نينوى، وإن شاء الله سوف تستمر هذه المساعدات تلقائيا وتكرارا في الأيام القادمة. كنا اليوم مع نائب رئيس المجلس أستاذ نور الدين وأستاذ لقمان بزيارة تلكيف في محافظة نينوى والرشيدية، وذلك لأننا سمعنا بنزوح مفاجئ أثر العمليات الإرهابية الذي يقوم به داعش في لحظاته الأخيرة في قرقوين، وتم نزوحهم المفاجئ إلى تلكيف، ونحن نشكر أهالي تلكيف لاستقبالهم النازحين في بيوتهم وفي المدارس، ولكنهم يعانون من البرد القاسي وخاصة هذه اليوم مثلج وبارد جدا، وقمنا بمساعدات تم إعطائه من قبل دولة تركيا من الهلال الأحمر تحتوي على البطانيات والدواشك وأيضا مواد غذائية لسد نقصهم قدر الإمكان، وإن شاء الله نتمنى أن تصفى هذه الأمور ويرجعون إلى بيوتهم غانمين سالمين. نشكر الهلال الأحمر التركي على المساعدات الإنسانية، المواد الغذائية، نطلب من مجلس المحافظة الماء الكهرباء، أهم شيء هذا المهم الشيء الأساسي اللي عندنا، محتاجين الماء الشرب. نشكر الهلال الأحمر التركي على هاي المساعدات اللي قدموها، وإحنا ندعم للحكومة يعني يرجعون على مناطقنا. إحنا مناطق السد الموصل ناحية وانا، يعني قرانا تفلشت، صارنا إحنا 3 سنين مهجرين وما نعرف، وهذا نريده من الحكومة. ونشكر القوات الأمنية ونطالب بالمواد، تعديل الظروف، الناس تعبانة هنا، هاي الشغلات نريدها، الخدمات الإداريات بصورة عامة.